يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الرأي في الذين يصبغون لحاهم بالسواد الخالص، وإذا ذكرنا لهم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يجدون ريح الجنة، يستدلون بعمل وفعل بعض السلف وبعض أهل العلم، فما الحكم في هذا؟ يا أخي، ما لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام الرسول قال إنهم لا يدخلون الجنة، هذا وعيد، هم معناه أنهم كفار، لكن معناه أنهم معرضون للوعيد، معرضون لدخول النار. فنحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو خالفه من خالفه من العالم. فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.